العمدة في هذه اللحظات تكريم محمد بن زايد المنصوري الذي فاز مع الغربية سعاد عبد الله بن مبارك المهيري. يكرم محمد بن زايد المنصوري تهانينا والناموس لأبو زايد على هذا التكريم الكبير. أمس أيضا كرم بالدرع مع شاهين واليوم يكرم مع الغربية، وأيضا يأتي تكريم الدرع لمالك مشوش السيد محمد بن علي بالسعودي الاجتبي صاحب الشوط الرئيسي. الشوط الرئيسي في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء تكريم الدرع للسيد محمد بن علي بالسعودي الاجتبي نيابة عن علي بالسعودي الاجتبي يكرم من سيد سعادة عبد الله بن مبارك المهيري. هذه هي لحظات التكريم مشاهدين الأعزاء والناموس يا أبو محمد على هذا الفوز، وهذا أيضا محمد بن علي بالسعودي مالك مشوش هنا في المنصة الرئيسية للتكريم. هكذا مشاهدين الأعزاء الشكر لسعادة عبد الله بن مبارك المهيري أيضا على تكريم، وهذه هي الصورة التراثية لمحمد بن زايد المنصوري وأيضا لمحمد بن علي بالسعودي وأيضا عبد الله بن مبارك المهيري. هكذا كان التكريم مشاهدين الأعزاء متابعينا